بتتمتع بجمال ساحر وعندها طموح كبير خلاها تسيب خطيبها فورا عشان ترتبط بملك مصر، لكن لما تنازل عن العرش قررت تسيبه وتجوزت اتنين غيره. تعالوا بينا نتعرف على ناريمان اخر ملكات مصر والزوجة التانية للملك فاروق الاول اللي انجبت له ولي العهد. اتولدت ناريمان صادق في القاهرة سنة 1933، ووالدها هو حسين فهمي صادق وكيل وزارة المواصلات، ووالدتها أصيلة هانم، وكانت هي البنت الوحيدة لأبوها وأمها، عشان كده حرصوا إنها تتابع تعليمها في المدارس الراقية. كانت ناريمان صادق مخطوبة للدكتور محمد زكي هاشم النائب في مجلس الدولة، وتحدد موعد عقد القران وأرسلت بطاقات الدعوة لحضور الحفل. في الوقت ده كان الملك فاروق بيدور على عروسة، فرتب الصايغ أحمد نجيب معاد عشان يشوفها لما تيجي المحل، واستخبى في مكان، لكن بمجرد ما حضرت خرج وعرض عليها الجواز. لقب الملكة جذب ناريمان للموافقة على الجواز من الملك بالرغم من خطوبتها ومعارضة والدها اللي منحه لقب بك، لكنه فضل مش موافق وأصيب بأزمة قلبية حادة أدت إلى رحيله. الملك كان بيرسل لناريمان الخطابات وكان حريص على إنه يرفق مع رسائله الورد الأحمر، وكانت رسائله مكتوبة باللغة الفرنسية. اتجوزت ناريمان الملك فاروق وبقت ملكة، ولبست فستان مرصع ب20,000 قطعة ماسية، وغادر الملك والملكة في رحلة شهر العسل اللي استمرت 13 أسبوع. ظهرت خلالها أعراض الحمل على الملكة أثناء إقامتها في كان بفرنسا، وانتشرت صور من شهر العسل ظهرت فيها ناريمان وهي بترتدي ملابس البحر، والصور دي أغضبت المصريين وأساءت للملك فاروق اللي كان بيواجه معارضة جديدة في الوقت ده من كبار السياسيين. فضلت ناريمان ملكة على عرش مصر لمدة 14 شهر لغاية ما تنازل الملك فاروق عن العرش سنة 1952 ورحلت معاه لإيطاليا في أكتوبر سنة 1952، يعني بعد حوالي 3 شهور من تنازل الملك عن العرش. طلبت ناريمان الانفصال وحصلت عليه في فبراير سنة 1954 بعد ما تنازلت عن حضانة ابنها أحمد فؤاد. بعد كده اتجوزت ناريمان من الدكتور أدهم النقيب وخلفت منه ولدها الثاني أكرم، لكن جوازهم انتهى برضو بالانفصال. وفي سنة 1955 نقلت صحيفة الأخبار عن جريدة ديليكس بريست الإيطالية تأكدها استعداد الملكة ناريمان للعودة للملك فاروق، وأكدت الصحيفة إن الملكة ناريمان هاجرت الملك فاروق لأنها كانت بتتمنى إنها تكون الملكة الأم في يوم من الأيام، وإنها تكون عضو في مجلس الوصاية على العرش. ولما حست ناريمان إن أملها راح بدأت تسعى للعودة إلى فاروق، وبدأت تنفذ تعليماته، حتى إنه طلب منها إنها تقطع علاقتها سكرتيره السابق أمين فهيم، فنفذت فورا. وقالت الصحيفة الإيطالية إن ناريمان كانت على اتصال دايم بالملك فاروق. في آخر أيامها كانت ناريمان بتعيش مع جوزها الثالث الدكتور إسماعيل فهمي، وهو لواء طبيب بإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وأستاذ تحاليل طبية. وعانت ناريمان من مشاكل صحية بدأت في مارس سنة 1967 لما أصيبت بحالة غيبوبة وخضعت لعملية جراحية في الرأس، وعاشت في نهاية حياتها بأحد الشوارع المتفرعة من شارع المرغني في حي مصر الجديدة بالقاهرة لغاية رحلها في يوم 16 فبراير سنة 2005.